حطيت عين عليك فاردي تشيكو. هوبا تمريره ممتازه لمصلحه كالون، وهنا امام 22 الف متفرج في ملعب كيوتك بمدينه بوسال. مرزوق العتيبي والان خطا وكره الحار. تشيكو البرازيلي وكالون يلعبها. الله، جول اول في المباراه. بدري 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 جدا على الهدف الاول. العين سابقا وحقق مع بطوله الكاس. رامي يسلم، اذا هو اللاعب البديل، والهجوم الاتحادي ياتي مرور ناجح وتسديده قويه. ايضا يتغير اتجاه كالون. يعيدها لنور، يلا يا نور، حط الهجوم. الله،